تفتكري مين بيقدم صينية الشبكة في الفرح، مامة العروسة ولا مامة العريس أو أخته؟ لو هم متفقين أي حد، يعني هم لو مامة العروسة كويسة ومامة العريس كويس أي حد يتنازل، بس مش شرط يعني، المهم نكون في محبة، يعني هما الاثنين متفقين مع بعض مش اتنين حموات، مش فارقة اللي بالتراضي يعني، ممكن هم العروسة هم العريس على حسب المشي الدية. بدل في توافق يبقى مامة العروسة ومامة العريس، لو مفيش توافق يبقى ممكن جيت تتخانق وتيجي تتخانق وتقول أنا أقدم وجيت تقول أنا أقدم. هي مامة العريس اللي تقدم الشبكة وحماتي أهي قدمت الشبكة أهي قدمت الشبكة معايا. هي تبقى أم العروسة، ولو مثلا أم العروسة مش موجودة تبقى أختها الكبيرة مثلا. بالتأكيد هي مامة العروسة اللي هي بتقدم الشبكة، لسبب إنه العريس نفسه بيبقى شايل الشبكة عند العروسة. حسب ما بنبقى متفقين مع بعض، يا أخته يا أختها يعني. أم العروسة هي اللي بتقدم صينية الشبكة. هي مامتي أكيد، مامة العروسة يعني، مش مامة العريس خالص، أو ممكن في ناس بتمشيها مامة العريس برضو. لا مامة العروسة يعني، مامتي هي اللي ماسكه الدعوه فهي اللي هتقدمه وهي اللي تلبسني يعني. طيب حاجه من طرف يعني حاجه من طرف العروسه، فمامتها احسن حاجه يعني تقريبا. اخت العروسه، او مثلا لو هي وحدانيه تبقى صاحبتها اقرب واحده ليها. اخت العروسه عامه يعني، اخت العروسه اللي بيقدم الصينيه بتبقى اخت العروسه. لو هي عند العروسه في البيت مامتها هي بتقدم الشبكه، عشان هي اصلا الخطوبه احنا العروسه اللي بتعملها. اللي بيقدم صينيه الشبكه يوم الفرح مامت العروسه. بصي على حسب الشبكه، اذا كانت حلوه وحشه، لو وحشه تقدمها امه، ولو حلوه تقدمها مامتي. يا جماعه يعني لو الموضوع هيعمل مشاكل كده احنا نفضنا من الشبكه. ده من مجرد سؤال. اجيب بوتاجاز، اجيب ثلاجه، خلاص غسالة بتاع صح، خلاص خلص اي جهاز نوع في البيت اصلا، اي حاجه من الستات دي. قالت لو الشبكه وحشه تقدمها امه، لو حلوه امه تقدمها. لا بس انا مش قادره بدا المعركه، بدا المعركه من بدري. انا مش قادره افهم المنطق اللي بيقول امي اللي تقدمها، هي امك هي اللي جابت الشبكه ولا امك هي اللي هتشبكك؟ ده عريسك هو اللي هيشبكك، فطبيعي هو امه. مش عارفه، من ضمن النقط اللي مش لطيفه كمان انهم لما بينزلوا يشتروا الشبكه هتسيبيها عندك ولا انا اللي هسيبها عندك؟ يا جماعه ما دي ايه المشكله؟ هي ما انتوا كده كده هتبقى معاكي في الاخر، فيها ايه لما ياخدها ويروح ويدخل بيها؟ فيها ايه؟ عشان في ناس ما بتبقاش ضامنه. ما انا هقول لك التفكير بقى، ضامنه ايه بقى؟ عليكي بالمنطق، بتفكير الناس اللي بتعمل كده. طيب ديفلز ادفوكيت يعني، هيقول لك ايه؟ ما افرضي الجوازه باظت في الوقت ده. نعم. قبل ما بيفكروا كده، ياخد حقه ويمشي. لو الجوازه باظت هتبقى الشبكه معاها؟ لا شبكتي في جيبي، تبقى تفحضني تبقى تفحضني لحد ما اروح والبسها لها. ابن على كتف دور عليه ليه؟ طيب بالظبط كده، فده اللي بيحصل ان هما بيكونوا مخونين. بس ده نوع من انواع الجوازات اللي اكيد بيفشل برضو. لو ما قلت اللي قالت لك لو وحشه امه تقدمها، ايه ده؟ بدا من بدري العداء. ده كلام، بدا من بدري العداء، وفي تخوين كده من البدايه. ما ينفعش نبقى مخونين بعض كده، دي جوازه خيالي مش شبكه. امال بعد كده تخمين جوازه؟ لا ما ينفعش الكلام ده خالص. هما البنات اصلا لو عرفوا ان بنعمل ليه بالنسب مع بعض، النسب مع بعض بيأسس عيله كبيره، بتكبر العيله، لكن البنت داخله عدوه على فكره. هو تفكير،